سلام، معكم عبود ماكسينج، وهذا الجزء الثالث والأخير من قصة مريم، وأتمنى ينال إعجابكم. حبيت تفاعلكم مع المقاطع الأولى، ولو كنت أول مرة تشوفني لا تنسى تسوي لايك وتشترك. يلا ندخل في جو القصة، خذ لك سناك أو أي شيء تحب تشربه، ويلا بدينا. أبوي جاء اتصال وقال لحظة برد بسرعة وارجع أراضي يا بنت. رد على الاتصال وقال يا عبد الله، أمس لما جيت عندي نسيت ساعتك على السري، إيش رأيك اليوم كمان تجي تاخذها ومنها نفلها وننبسط؟ أنا وقتها ما قدرت أمسك نفسي للأمانة، لأني عرفت وش قصة أبوي، وبديت أبكي وحرفيا منهارة بكاء ومو قادرة أوقف. أبوي لما شافني كذا كأنه حس إنه أنا عرفت كل شيء سوى، وقال باي بكلمك بعدين، وقفل الخط وحط يده على كتفي وقال لي هاي بنت ايش فيك لسه كنتي هادية؟ وانا من غباوتي قلت له لو سمحت لا تكلم. رد علي قال دام كذا برجعك تجلسين عندي في البيت، ما بترجعين عند امك الا وانت راضي. انا صرخت وقلت له لا انا راضية، وصلني وخلاص ما في شيء. التفت لين عندي ورد علي وقال حركات زمان عرفناها، الحين انطمي ولا يطلع من فمك حرف لين نوصل البيت وحسابك عندي. انا ظليت اصرخ وابكي وابيه يرجعني البيت وابيه يوصلني بيت جدي عند أم، وهو ما هو راضي ولا يرد علي، وأنا ماني قادرة أوقف بكاء وصرخ. وهو فجأة مسكني وعطاني كف وقال اسكتي ولا كلمة يا حيوان. فتحت باب سيارة ورميت نفسي ومن قوة الطيحة أغمى علي، ما صحيت إلا في المستشفى وأنا غرقانة في دمي وملابسي مقطعة وكل جروح، وحتى رجل اليمين ما كنت قادرة أحس فيها. وأبوي قاعد جنبي والدكتور كان بعيد شوي يعني، وأبوي شافني صحيت وقال ولا يطلع منك حرف ولا بخليك تشوفي ملك الموت قدامك. أنا من الخوف قعدت ساكتة، بس من قوة الوجع كنت أبكي بحرقة في داخلي وماسكة دموعي وما عرفت ألقاها من الوجع يلي في جسمي ولا من أبوي. قرب الدكتور مننا وكان في يده مغذية وحط إبرة فيها وخلص، وكلم أبوي وقال له الحين لازم ترتاح هنا لين بكرة، وبعدها عادي تطلعها وتروحها توديها وين ما تبغى، بس تعال كمل الأوراق حقة المستشفى وارجع أقعد مع بنتك. قال له أبوي لا شوف، أنا ما بأمن على بنتي تظل في المستشفى، وأنا بهيئ لها جو الراحة أفضل في البيت. قال الدكتور طيب يلي يريحك. وقف أبوي وراح هو الدكتور، وأنا حصلت فرصة وكنت أبي أدق على أمي أكلمها بكل شيء صعب. ذكرت أنه حطيت الجوال في الأشياء في السيارة يلي أخذتها من البيت. شوي إلا يرجع أبوي ومسكني وقال يلا أوقفي. قلت له ماني قادرة أتحرك، رجولي كأنها ما هي علي. قال عادي أنا بمشيك يلا. رديت عليه والبكية والغصة بصوتي الله وكيلك وين ما رحت فين. تجاهلني وحط يده على كتفي وبديت أمشي شوي شوي، وطلعنا من المستشفى ودخلنا السيارة وركبت حركنا وصلنا البيت. ومسكني وقال شوفي هدديني مرة ثانية وشوفي وش بيصير فيك أكثر من كذا. أنا ما رديت عليه بس دموعي ماني قادرة أمسكها، وأنا ما ألبس نقاب فوجهي كان مبين في الشارع، فأخذ الشماغ حقته وغطف وجهي. وصلنا البيت فتح الباب ودخلني لين غرفته وحطني على السرير وقال لا تفكري تتحركي من هذه الغرفة، وراح دخل الحمام الله يكرمكم. وكان جواله قريب مني واخذته وكنت أدري للباسورد حق جواله، فتحته ودخل وكنت متذكره رقم صديقي، فدخلت الرقم في جواله بديت أكتب، بس أبوي طلع من الحمام. سويت لها رسالة قلت لها ساعديني أبوي طلع أسوأ من ما تخيل، أنا في البيت ولا تردي علي هنا. وأول ما وصلت الرسالة حذفتها ورجعت الجوال زي ما كان. دخل أبوي وأخذ جواله وطلع من البيت وقفله من برا. عد الوقت حوالي نص ساعة كذا وسمعت باب البيت يدق، عرفت انه مش ابوي لان ابوي عنده مفتاح وبيدخل بدون ما يدق. ومن قوة الفرحة زحفت لين عند الباب زحف، وانا اكرر الكلمة ذي انتظري انتظري على الباب، وانا على بالي انها صديقتي. وصلت وبديت اتكلم وانادي بقوة هاي خلود تسمعيني، وما في احد يرد. وبعدين خفت لا يكون ابوي يطمن لو انا لسه موجودة في البيت او شيء. بديت احاول ارجع وفجأة سمعت صوت بنت من وراء الباب تقول هذا بيت عبد الرحمن. قلت لها ايوه وش تبي؟ تلبكت في الكلام وقالت ممكن غلطت في البيت عفوا. قلت لها لا ما غلطتي في البيت، اقل شيء ساعديني اعطيني جوالك اتصل او اي شيء. قالت ما اقدر ويلا مع السلامه، وانا قعدت انادي ساعديني وترجاها وما عاد سمعت لها اي صوت. يأست وحاولت ارجع للغرفه قبل لا يجي ابوي.
رجعت من الإرهاق غفيت وما صحيت إلا وأبوي قاعد يناديني يلا تعالي تعشي، ومتوقع أنه راح أكل معاه بعد كل يلي شفته منه، حتى يعاملني بقسوة رغم يلي فيه. تجاهلته، كان يكلمني ويبيني أكل. صرخت وقلت له أنا ماني قادرة أتحرك. قرب مني وقال طز فيك تاكلي ولا ما تاكلي ما يهمك، ورجع خلص أكل وطلع من الغرفة وراح المطبخ. الوجع قاعد يأكلني أكل من الجروح يلي فيني، ومسك نفسي بالقوة ورجع الغرفة وأخذ ملابس ودخل الحمام الله يكرمكم يتروش. أنا قاعدة ألتفت يمين شمال أدور على جواله وما لقيته، شفت ملابسه قلت ممكن ألقاه فيها. زعفت لين وصلت وبديت أفتش وأقلب في ملابسه، حصلت الجوال وما أوصف لكم فرحتي وقتها. مسكت الجوال وربي من الخوف والفرحة، في نفس الوقت يدي ترجف، حتى الباسورد سويته 3 مرات لين دخلت واتصلت على أمي وقلت لها وانا ابكي وصوتي رايح حتى ابوي بيموتني، تعالي انت وخالي بسرعه الحين. ردت امي وهي مروبه من صوتي وكلامي، خير ايش فيك يا بنت تكلمي؟ قلت لها ماني قادره اتكلم، بسرعه تعالوا بتعرفوا كل شيء. وقفلت ورجعت الجوال لين مكان ورجعت مكاني منتظره لين تجي امي فارغ الصبر. انتظرت وانتظرت عد الوقت وابوي خلص يتروش وطلع من الحمام وامي لسه ما جات. تأخر الوقت فنمت وما صحيت إلا صباح وأمي مكانها ما جات وأبوي ما كان عندي في الغرفة ومدري وين راح. حاولت أوقف وروح الحمام الله يكرمكم، وصار الوجع يلي في جسمي أضعاف اليوم اللي قبله، وبالقوة يا الله وصلت الحمام. فدخلت الحمام وأنا التفت أبي أقفل الباب، وباب غرفتي كان مقابل للحمام، فلما التفت شفت أبوي في غرفتي، والصدمة ما كان واحدة، كان في بنت معه، والله يلعن أم المنظر ولا عليهم قطعة قماش. أنا دخلت وقفلت من الخوف، ولأني قفلت بسرعة صوت الباب انسمع وأبوي عرف أنه شفتهم. أنا قعدت في الحمام وقاعدة أبكي بصمت وخايفة ومنصدمة من المنظر يلي شفته وكيف أبوي يسوي كذا وهذه مين ومتى جات، وراسي كله مليان أسئلة وقلبي مليان قهر. شجعت شوي وما كنت أدري أن أبوي لاحظني، ومع الخوف ما ركزت، فتحت الباب وأول ما تجي عين برا الحمام أشوف أبوي قدام، وأول ما شفته دفع الباب بقوة ويمسكني، والبنت اللي معاه تغطي على فمي عشان ما أصرخ، وأنا أحاول أقاوم بس جسمي كله جروح وألم فما قدرت أسوي شيء. سحبوني لين السرير وربطوني وحطوا في فمي مناديل، ربطوني بشماغ في يداتي ورجولي وحطوني على الكنبة وجلسوا على السرير ورجعوا يخلصوا قدامي يلي سووه وانا اشوفهم، وتمنيت الارض تنشق وتبلعني، كمية القرف وانعدام الحياة فيهم، وانا انحرق قهر ووجع بالقوة حتى اتنفس. فجأة سمعت جوال يرن، وقفت البنت وراحت اخذته وجاوبت وردت هلا انا الحين عند صديقتي، وسكتت وبعدين قالت طيب شوي وانا في البيت، وبعدين ما ادري وش قال يلي كلمها، وهي قالت خلاص خلاص الحين بجي انتظروني نص ساعة بس، قفلت وقالت لأبوي ما بنقدر نكمل الحين بلبس واطلع، في شيء صار في البيت ضروري ارجع البيت. قالت له لو عندك فلوس اعطيني ممكن احتاج، فقام وعطاه فلوس ولبسه وطلعت. وابوي رجع ويشوفني بنظرة حرفيا وكأنه شيطان. أبوي قفل باب الغرفة وفك رجولي وخلى يداتي مربوطة وبدأ يفسخ ملابسي، وأنا قاعدة يجن جنوني في مكاني وجسمي كله ألم ويدتي مربوطة، وأبوي مثبتني بقوة وبدأ يسوي فيني يلي كان يسويه فيها ويلي مستحيل أي أب يسويه في بنته. خلص مني وبعدها لبس وغطاني ببطانية وأنا بدون ملابس بحال ما في أسوأ منها حرفيا. وبعدين طلع من البيت، أمي جات والحمد لله كان عندها مفتاح للبيت، ودخلت وكانت تناديني بس أنا فمي مقفل وما قدرت أتكلم، وكانت تدور في البيت. وأول ما دخلت غرفتها وأنا كنت أتحرك تحت البطانية سحبت البطانية وشافتني وشهقت بقوتها من المنظر يلي كان فيني، بدأت تبكي وكانت تفك الحبال يلي كانت علي. طلعت المناديل من فمي وقالت وين أبوك وإيش اللي صار، ونزلت علي بأسئلة. أنا كنت أبكي وصرخت طلعيني من البيت الجحيم هذا بالأول. بالفعل لبستني ملابسي ولبستني عباية، طلعنا من البيت وطلعنا وركبنا سيارة خالي كان منتظر في السيارة حقته، واخذوني لين المستشفى. لما شافوا حالتي في المستشفى ما سووا شيء بالأول، عالجوني ونظفوا جروحي، وبعدين جات الشرطة وبدأوا يسألوا خالي وأمي عن اللي صار لأن كان وضعي مش طبيعي ومبين أنه في هرجة صارت. دخلوا الشرطة وأمي وخالي معاهم وسألوني كيف صار كذا ومن اللي سوى فيك كذا. أنا كنت خايفة يحصل بين أبوي وأمي مشاكل، بس بعد
يلي سواه فيني. ما ترددت وتكلمت عن كل شيء أبوي سواه فيني. وقتها ما أدري وين كان أبوي، بس لما راح الشرطة يدوروا عنه ما لقوه بأي مكان، وشكله بالأصل رجع البيت وما حصلني وهرب. أمي سوت خلع غيابي لأبوي، لأن أبوي كأن الأرض انشقت وبلعته. أنا كنت منهارة، كانت نفسيتي بعد كل اللي صار كارهة نفسي، حاولت انتحر أكثر من مرة بس ما كنت أقدر. ومع الأيام والوقت رحت عند دكتور نفسي وبديت أتعالج، ولين الحين صار لي 3 سنوات ولسه قاعدة أتألم بسبب نفسيتي. أبوي اختفى ولا له أي أثر، وأمي انصدمت باللي صار، وأدري إنها نفسيتها مرة ما هي كويسة، بس دايما ما تحاول تبين لي. بس الحمد لله بديت أتعافى، بس أتمنى توصل الفكرة للناس، أولادكم في ذمتكم وبتتحاسبوا عليهم قبل كل شيء، لأنكم مسؤولين عن حياتهم وعن كل شيء يمروا فيه، بعكس اللي صار معاي. أولادكم لا تفرطوا فيهم. وهذه نهاية القصة، أتمنى أنكم استمتعتوا في القصة، ولا تنسى تفجر أم زر اللايك، تسوي اشتراك حلو مثلك يا حلو، وسلام، أشوفكم في المقطع الجاي.